بتقول اخوه، هو مش اخوها، بتقول زي اخويا يعني. الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما قالوا لي هيك يا ابو حيدة. الله اكبر. الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما غلطوا علي، الوهابية ما غلطوا علي. اذا واحد شيعي يقول لي هيك رومان، الله هو بيعرف شو بسوي. انا بطلت بدي احبها يا ابو حيدر، مش هي الزهراء اللي تقلي انا هيك الي. الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما قالوا لي هيك يا ابو حيدر. اسمعوا يا شيعة، اسمعوا يا شيعة، اسمعوا. ما حدش يحط وشوش على التكس يا اخوانا، يا اخوان ما حد يحط وشوش. سألتكم بالله يا ناس، يا ناس، اما اللي قايل لكم هاتوا الملايات يا اخوانا بدل الكلينكس ليه؟ العياط يا اخوانا كتير يا اخوانا، يا ناس، يا عالم، ما حد يحط وجوه. الله يعمر بيت ابوكم، الله يعمر بيت ابوكم. اسمعوا يا شيعة، اسمعوا يا شيعة، شهادة التقدير اتعلقت على رقبتنا، على رقبة اهل السنة. اي نعم دلوقتي هتقول الكلاب ولاد الكلب، بس ما فيش مشكلة، معلش هنسامحها، ست يعني في ورطة، يعني قاعدة محطوطة في خانة اليك. فيا اخوانا ادي شهادة التقدير اللي احنا كل لبسناها امبارح. الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما قالوا لي هيك يا ابو حيدة، الوهابية ما قالوا لي هيك، الوهابية ما غلطوا علي، الوهابية ما غلطوا علي. اذا واحد شيعي يقول لي هيك، اي زهراء ايدي، فهموني. بتقول اي زهراء هيك. عرفت دلوقتي ان الزهراء بريئة منكم؟ وصلت لك؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما اعتديتوا على عرض رسول الله، ايه اللي نابك؟ ايه اللي نابكم يا شيعة؟ مش قصد، انا عرفت حالي شريف، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، انا عارفه حالي يا ابو حيدر. هذا اهم حاجه، انك عارفه نفسك، وكل واحد ياخد باله من لغليغه. وانا هاجي من بكره وهسيب لغليغي في البيت، كل واحد يحافظ على طبعا انك انت عارفه نفسك، هو ده المهم في القضيه. طب ليه العياط؟ الحمد لله انا عارفة حالي ابو حيدر، ولكن الشيعي يقول عني هيك قدام كل العالم، يا عيب الشو، هيدا مو شيعي وهيدا مو مذهب، ما بدي اياه هيدا المذهب. والله اليوم لا اتبرأ منكم جميعا، اقسم بالزهراء اللي انتم بتحبوه انا بحبه، اقسم بالله. انا قلت لك حسالة بس ما بتقول لي انت والله العظيم عندك حق، حسالة والله فعلا حسالة. مش عارف وبعدين كل الكلمة دي عشان قالت له يا حسالة بتحبه انا بحبه، اقسم بالله. انا قلت لك حسالة بس ما بتقول لي انت عاهرة، تعرف مش كلمة عاهرة تطلع من الشيعي لشيعية قدام الوهابية، عارفها هيدي؟ عارفها شو معناتها؟ قبل ما يصوروا لي الفضيحة ويحطوا ان انت شو حكيت على التاس، انا راح اطلع واتبرأ من المذهب عشان ما اكون صغيرة قدام الوهابية. لا لا، عمرك ما هتبقي صغيرة، تأكدي من كده، تأكدي من كده، عمرك يا رافضية وافتخر او سمر، عمرك ما هتبقي صغيرة قدام الوهابية، لان عمر ما في انسان هيعتدي على عرض رسول الله ولا على صحابة رسول الله هيجي له يوم في الاصل علشان يكبر. انتوا عمركم ما كبرتوا علشان تيجي في يوم تصغروا. المصارين بالبطل تتعارك، وانا اتخنقت انا وياه، نعم، وهو سب علي وانا سبيت علي، ولكن هو بضل اخوي ويفضل اخوي، هو ده المهم. وخلي بالكم النقطة دي، ان الراجل يفضل اخوها مهما حصل، وثبت له يا كلب ويا ابن الكلب، وقالت له انت العاهر، وقالت له اختك وابوك، لكن يفضل اخوات والنعم. عارفة هيدي؟ عارفة شو معناتها؟
قبل ما يصوروا الفضيحه ويحطوا ان انت شو حكيت على التاس، انا رح اطلع واتفرق من المذهب عشان ما اكون صغيره قدام الوهابيه. فاهم يا علي؟ ما عرفت حالك شو عملت معي. ما عرفت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ابرأ الى هذا المذهب، وهلا راح على اكبر روم سنيه واعلى تبرؤ منكم. طبعا اكبر روم سنيه هتيجي على غرفه انصار، واحنا لا نقبل الانسان اللي جاي انتقام. اعلنيها مع نفسك ولو كنت صادقه يصدق الله. لكن ايوه يا اخوانا سكروا الباب يا اخوانا، طالما انك انت يعني انتقام كل واحد ومش اول مره. ادهم المصري قبل كده قال انا لو جيت مطار القاهره ومسكوني وقالوا لي انك انت شيعي وكنت بتشتم في البلتك، هقول لهم انا مش شيعي انا نصراني، وهبقى انا نصراني ومشرك، وخلي اللي يعرف يعمل معايا حاجه يعملها. محب علي لما جه يتكلم في بدايه التسجيل زي ما سمعتوه قال لك انا هبقى وهابي بل انا هبقى مشرك. اللي هي دلوقتي تقول لك انا هبقى وهابيه. والدين عندهم سهل. والدين عندهم سهل، وكل واحد يتخانق مع التاني يبيع دينه. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ابرأ الى هذا المذهب، وهلا راح على اكبر روم سنيه واعلى تبرؤ منكم. اذا انتم يا اهل الطين ويا اهل الملة هتقولوا لي شو خليت للوهابي الكلب ابن الكلب؟ انتوا اذناب يا ستي تشكري. واحنا شوف احنا اتشتمنا، لكن يا ستي احنا ناس ادبنا فوقك، ادبنا فوقك بمراحل، لا نرد الاساءة بالاساءة. جزاك الله خير ونتقابل يوم القيامة، ما في اي مشاكل، فيش اي مشاكل. بس عجبتني كلمة اذناب دي، بتقول عليهم يا اذناب. انتوا اذناب للوهابية، انتوا غيرك وغدير ومغدير وموسى، انتوا كلاب. حبيبي موسى، حبيبي ازيك يا موسى عامل ايه؟ يا اخي موسى ده والله صوته طالع في كل تسجيل، كل فضيحه هتلاقي موسى، كل فضيحه ازيحها يا اخي طالع لي موسى ده. انا حاسس ان انا لو ركبت طياره هيبقى كابتن طيار بتاعها موسى. كل اللي يقول عليه خمار، واللي يقول عليه بتاع مش عارف نسوان، واللي يقول عليه بتاع حرامي، واللي يقول عليه نصاب وخد من الناس فلوسها، واللي يقول عليه عامل قناه زور وشغال يسرق الناس بيها، واللي ايه يا عمي؟ كل التسجيل ازيع والاقي فيه اسم موسى. الراجل ده يا اخوانا ضرب مستر اكس. انتوا اذناب، انتوا اذناب للوهابيه، انتوا غيرك وغدير ومغدير وموسى، انتوا كلاب. ولا بهمكم المذهب، بهمكم السلطه والرئاسه، بهمكم المصاري اللي عم بتجمعوها من الخمس وغير الخمس. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ من مين؟ لا عيد 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 يا زلزول يا ابو الارانب عيد. بهمكم السلطه والرئاسه، بهمكم المصاري اللي عم بتجمعوها من الخمس وغير الخمس. انتوا اذناب، انتوا اذناب للوهابيه، انتوا غيرك وغدير ومغدير وموسى، انتوا كلاب. ولا بهمكم المذهب، بهمكم السلطة والرئاسة، بهمكم المصاري اللي عم بتجمعوها من الخمس وغير الخمس. تبرؤ منكم. إذا أنتم يا أهل الطين ويا أهل الملة هتقولوا لي شو خليت للوهابي الكلب ابن الكلب؟ أنتوا أذناب، أنتوا أذناب للوهابية، أنتوا غيرك وغدير ومغدير وموسى، أنتوا كلاب. ولا بهمكم المذهب، بهمكم السلطة والرئاسة، بهمكم المصاري اللي عم بتجمعوها من الخمس وغير الخمس. الله، ايه اللي احنا سمعناه ده يا رجالة؟ يهمهم الخمس؟ اصل انا ما سبقليش سمعت ان شيعي مرجع سيد بعمة سودة قاعد في غرف الشيعة. ما هو هنا يا اخوانا العبرة مش في الشتيمة يا ناس افهموا، العبرة ان غرفهم انا ما سمعتش ان فيه عندهم مرجع ياخد الخمس. امال ايه موضوع الخمس اللي بيهمهم؟ ان دول نصابين
عاملين نفسهم سادة ونصابين، او انها اتكلمت على عموم المذهب، واللي بره البلتك، اللي بره اللي جوه البلتك بالنصب، والسادة اللي في الحمامات قصدي في الحوزات بالخمس،